When you have nothing left to lose, it is easy to dive deep into those deep, dark, hidden places and write your truth. I am there. هسه إن شاء الله راح نشرح proliferative disorders اللي هي تشمل البوليسايثيميا ربرا فيرا والإسنشيال ثرومبوسايتوسيس وال شو اسمه المايلوفايبروسيس راح نشرحهم إن شاء الله. زين هذني طبعا وحتى السي ام ال كرونيك مايلويد ليوكيميا هم يعني بس ديش تنشرح ويا اللوكيميا. فهذني الديس اوردرز دي يصير بيهم انكنترولد بروليفريشن بالمايلويد ستيم سيل. اذا المايلويد بروجينيتور او المايلويد ستيم سيل دي يصير بيها انكنترولد بروليفريشن. مره البروليفريشن مينلي باللاين مال الارثرو الارثروبلاستيك لاين اللي راح ينطيني بوليسايثيميا، ومرة لا مثلا بالميجا كاريوسايتس اللي راح ينطيني اسينشال ثرومبوسايتوسيس، ومرة بالفايبروبلاستيك تيشيو فتصير مايلوفايبروسيس. فهسه نبدي بالبوليسايثيميا ربرا فيرا. هاي شنية؟ هي تعتبر ضمن المايلو بروليفراتيف ديس اوردرز. فالستيم سيل ديس اوردر عادة راح نشوف انه ذول 98% من عندهم تقريبا عندهم جاك 2 ميوتيشن. وهسه راح نعرف شنو جاك 2 ميوتيشن، which lead to excess production of all myeloid cell lineage predominantly red cell. هذول ايش يصير عندهم؟ دي يزداد عندهم فد جين، دي يصير عندهم فد ميوتيشن اللي هي جاك 2. هذا الجاك 2 عبارة عن اونكوجين ينطيني فد تايروسين كاينيز موجود بالهيماتوبويتيك stem cell progenitor cell. فد انزيم اللي هو التايروسين كاينيز، تعرفون هذا التايروسين كاينيز هو مسؤول عن الاكتيفيشن، يسوي اكتيفيشن للسيلز. فاللي عنده هذا الجاك 2 ميوتيشن دي يصير عنده تايروسين كاينيز اكتيفيتي انكريس، وبالتالي شنو دي يزداد عندهم شنو المايلويد سيل لاينج، هنا ارثروبويسيس يزداد عندهم، ثرومبوبويسيس يزداد عندهم، والجرانيلوبويسيس يعني الار بي سي راح تزداد، البليتليت راح تزداد، والوايت بي سي الجرانيلوسايت هم تزداد، بس مينلي هنا الارثروسايت هي اللي جاي تزداد، لذلك يصير بوليسايثيميا. ذولا تقريبا يعني هو شنو هو جاك 2 موجود عندهم 98%. هنا جاك 2 ميوتيشن بيها انواع راح نحكيها راح نحكيها هسه ان شاء الله بالتفصيل، لكن المهم انه انت عرفت ذول عندهم جاك 2 98 تقريبا 95 إلى 98%، ومينلي هو الار بي سي جاي يزداد. فالبون مارو هنا شنو uncontrolled proliferation دي يصير، فيصير هايبر سيلولار بالبدايه، هايبر سيلولار بون مارو والبروليفريشن بكل السال لاينج مثل ما حكينا، بس مينلي الارثروبويسيس هو اللي دي يزداد اكثر شيء. الديزيز ويا التايم هذا من قد ما يصير بي بروليفريشن يوصل انه يصير شنو بعدين يصير كانه يعني يخلص، بعد تخلص قابليته على البروليفريشن، يصير فتيج، يصير اكزوستشن بي، بحيث شنو بحيث راح تبدي بعدين تخلص القابليه فيتحول بعدين الى فايبروسيس. فهي هاي اكو فيت فيتشر بكل ذني المايلوبروليفراتيف ديس اوردرز انه هي بينات اوفرلاب مرات، يعني هو بوليسايثيما ربرا وبنفس الوقت اسينشال ثرومبوسيثيميا او ثرومبوسايتوسيس. زين بيناتن اوفرلاب، ذني بيناتن اوفرلاب بين البوليسايثيميا ربرا بين الاسينشال ثرومبوسيثيميا بين الفايبروسيس، وكلهن مو بيناتن اوفرلاب، وحتى الجاك 2 ميوتيشن موجود بذني جهم بس اقل من البوليسايثيميا ربرا. مو بس اوفرلاب لا، يعني هو ممكن يتحول من واحد الى الثاني، عادة كلهم بالنهاية ينتهون بالمايلوفايبروسيس. تمام، والمايلوفايبروسيس هو بحد ذاته هو يعتبر مايلوبروليفراتيف. شون فايبروسيس يعني هنا حتى الفايبروبلاست من يصير بيها بروليفريشن هم نعتبرها احنا مايلوبروليفراتيف. فالمهم هذا النهاية مالته بداية هايبر سيلولاريتي و increased proliferation و erythrobiosis كل السال لاينج بس mainly erythrobiosis، لكن ويا البروغريشن تنتهي بفايبروسيس. واحنا قلنا ذول المايلوبروليفراتيف كلهم قد ينتهون بفايبروسيس،
كلهم قد ينتهون، ممكن يتحولون إلى لوكيميا، مايلويد لوكيميا، مثل ما حكي مثل ما أنتوا أكيد راح تعرفوه. زين هسه افتهمناها بالبداية هايبر سيلولر. زين ذولا شلون عادة الهيماتوكريت مالتهم صاعد طبعا، لأنه يعني هو الار بي سي النمبر اوف ار بي سي زايد، فيصير عندهم ارثرو يعني ارثروسايتوسيس. ممكن هاي الارثروسايتوسيس هي نورموكروميك نورموسيتيك، يعني ار بي سي زايدة وحجمها نورمال والهيموغلوبين بيها نورمال نورموسيتيك. بس هسه بعدين راح نحكي راح نشوف مرات انه ممكن يصيرون مايكروسيتيك، يعني مايكروسيتيك ارثروسايتوسيس، يعني ار بي سي زايدة بس صغيرة. ليش؟ راح نشوف بعدين انهم صح بوليسايثيميا بس they are predisposed انه يصير عندهم deficiency بالايرون، هسه نحكيها بعدين. فخلوها ببالكم هي erythrocytosis الار بي سي زايدة حجمها قد يكون normal قد تكون microcytic لانه الايرون ممكن يصير deficiency عندهم، هسه نحكيها بعدين. هسه شعرتوا تقولون شون بوليسايثيميا وشون ايرون deficiency راح نوضحها بعدين. اذا المهم normocytic normochromic erythrocytosis ممكن microcytic والهيماتوكريت زايد أكيد، و 50% البليتلت هم تزداد مثل ما قلنا هو all three lineage تزداد، بس مين للار بي سي 50% الثرومبوسايت. بس هاي البليتلت الزايدة مشكلتها dysfunctional، يعني شنو dysfunctional؟ يعني أوكي هو بليتلت زايدة بس ممكن هذا البيشنت صح البليتلت زايدة بس البليدنج يزداد عندهم والثرومبوسيس يزداد عندهم، فهذول بيهم فد بارادوكس هواي. راح اشوف انتوا هنا انا راح بارادوكس هواي، هو بوليسايثيميا بس عنده ايرون ديفيشنسي، هو البليتلت عنده زايد بس يصير عنده بليدنج. زين وبنفس الوقت ثرومبوسيس، الثرومبوسيس راح نعرف راح نشوفها ليش دي يصير ثرومبوسيس بهواي ميكانيزم، لان هذا هايبر فيسكوسيتي عند ار بي سي كوما بالبلاد فيزل، فالبلاد فيزل البلاد فلو راح يكون شنو سلاجيش بطيء، لانه ار بي سي هوايه بليتلت هوايه فسلجش بلاد فلو فيصير ثرومبوسيس، وبنفس الوقت يصير بليدنج همين. فمثل ما وذول يزداد عندهم النيوتروفيل والبيزوفيل، يعني الوايت بي سي هم تزداد، وهاي البيزوفيل من تزداد شو تزود الهستامين، البيزوفيل جست لايك ماس سيل هم تفرز هستامين، وراح نعرف شنو هذا الهستامين ايش راح يسوي لنا بعدين. فخلوها ذني بالبريفرال بلاد، هذا سويت البريفرال بلاد بلاد فيلم راح نلقى ذني. كلينيكلي شلون راح يجي؟ بالبدايه احنا هسه اوكي افتهمنا انه بالبدايه بروليفراتيف الاريثروسايت كاونت زايد، هذا اللي هو بالبدايه هايبر سيلولار بون مارو، فاريثرو بروليفريشن بالبدايه، بعدين قلنا يصير اكزوستشن تنصرف كل هذني السيلز بعد ماكو قابليه على البروليفريشن يسموه سبنت فيز، خلاص انصرف. فهذا يتحول يبدي يتحول الى فايبروسيس، من يتحول الى فايبروسيس شو يصير؟ سايتوبينيا، مو يبدي تقل يصير الفايبروسيس، ويبدي شنو يبدي بسبب الفايبروسيس والسايتوبينيا يبدي شنو اكسترا ميدلاري هيماتوبويس، يبدي الليفر السبليني يحاول يعوض. زين والسبلينو ميجالي ايضا يزداد، طبعا السبلينو ميجالي راح نلقاه بالبروليفراتيف فيز، بالانيشيال بروليفراتيف فيز نلقى سبلينو ميجالي لان كونجستد سبلين، هنا احنا قلنا السيلز راح تزداد كلها وهذا هاي السيلز يصير بها كونجستشن بالسبلين فيكبر، هاي بالبروليفراتيف هذا هو زايد. بعدين من يصير سبنت فيز وفايبروسيس يعني الستيج الثاني السبلين هم يبقى كبير ويكبر اكثر يجوز. ليش؟ هسه هو واحد يسال هو بالسبند فيز السيلز راح تقل، زين يعني راح يقل الكونجستن بالسبلين، ليش راح يكبر؟ راح يكبر لانه هنا بده يصير اكسترا ميدلاري هيماتوبويسيس، يبدي هو يحاول يصنع لان صار فايبروسيس. اذا بالانيشال ستيج بروليفريشن عالي سيلز هوايه كونجست السبلين سبلينو ميجالي، بالسبند فيز صار فايبروسيس يبدي السبلين والليفر هم يسوون اكسترا ميدلاري هيماتوبويسيس حتى يعوضون فهم يكبر، اذا سبلينو ميجالي دائما موجود. تمام زين كلينيكلي هذا البيشنت راح نشوف انه اغلب الفيتشرز اللي راح نشوفها هي شنو منين جايه، يابا هذا الدم مالته كله ار بي سي فراح يصير عنده كونجستشن بالجسم مالته، يصير عنده بليثورا، يصير عنده يعني نشوف وجهه احمر بليثوريك فيس كونجستد فيس، راح نشوف اكو مانيفستيشن جايه من انه البلد فلو بطيء
لانه البلاد مليان سيلز فسلقش بلاد فلو، فراح نشوف مانيفستيشن راح يصير اسكيميا بسبب هالشيء، راح السي ان اس يتاثر بسبب هالشيء، الجي اي تي راح يتاثر. فايش راح يصير؟ البيشنت اريثيما ريدنس ريد فيس كونجستد لان كله ار بي سي. لكن بارادوكس اجين احنا قلنا ذيس از ذا ديزيز اوف بارادوكس، فايش دين نشوف بنفس الوقت اكو ليبسيانوسيس. هسه واحد يسال هذا هو ار بي سي كوما عنده وبوليسايثيميا واريثيما وجهه احمر شلون سيانوسيس؟ مو انت هنا صح عندك ار بي سي كوما زائد الار بي سي، بس هاي مو كل الار بي سي راح تكون اوكسجينيتد، من قد ما هي زايده اكو ار بي سي ما تلحق يصير بها اوكسجينيشن، ما يلحق يصير بها انف هيموغلوبين فور اوكسجينيشن. فايش راح يزداد عندهم؟ يزداد الدي اوكسي، دي اوكسي هيموغلوبين، الدي اوكسجينيتد هيموغلوبين، الدي اوكسجينيتد، الدي اوكسجينيتد هيموغلوبين. إذن دي أوكسجينيتد هيموغلوبين راح يزداد، يزداد أكثر من 5. أنتوا تعرفون إن السيانوسيس حتى يصير لازم الدي أوكسجينيتد هيموغلوبين فوق 5. فذول البوليسايثيميك بيشنتس لأن هم أوردي عندهم آر بي سي كلش هواية وهيموغلوبين عالي، هيماتوكريت عالي، فاحتمالية إنه يكون هذا الهيموغلوبين ما بي أوكسجين أكثر، يكون دي أوكسجين لأن هو هواي. فمو كله راح يصير اوكس، ما يلحق كله يصير اوكسجينيتد. فالدي اوكسجينيتد هيموغلوبين يزداد فوق 5 فيصير عنده ليبسي، انه ليبسيانوسيس، فهو احمر بس شنو شفايفه زرق. تمام، هذا افتهمنا. اذن ذا ديزيز اوف ملتيبل بارادوكسز راح تشوفوها هنا. تمام، راح نشوف انه بسبب السلاجش بلاد فلو للبرين للسي ان اس البيشنت راح يصير ديزي، راح يصير عنده هيديك صداع، لانه يعني هذا هو كانه يعني هو سلاجش بلاد فلو تو ذا برين، فيصير هيديك، طنين بالاذن، تينيتس، امبيرد فيجن، يعني حتى الريتينال ارتري يصير بي. ذولا ذيز ار لايبل فور ثرومبوسيس، ذوز ار لايبل فور جن سلاجش بلاد فلو، ريزيستنت عاليه للبلاد فلو. ممكن احنا قلنا ذولا يتحولون الى لوكيميا قسم منهم، فممكن يصير عندهم مانيفستيشن اوف مالجنسي. هو هذا ترى نيوبلاست، هو تيومر كانه تيومر هيماتولوجيكال زين، بعده ما متحول، ممكن يتحول الى لوكيميا، لكن هو ممكن عنده فيتشرز اوف مالجنسي اذا تحول، مثل الفتيج، الويكنس، الفيفر، نايت سويت، ويت لوس. هذا من يتحول الى اللوكيميا راح تبين ذني الفيفر والنايت سويت والويت لوس. تمام، فذول يصير عندهم فاسكولار كومبليكيشن، ذوز ار لايبل فور ثرومبوسيس. راح شنو؟ فذول شي يصير عندهم تي اي اي ترانزينت اسكيميك اتاكس بالبرين، كلوديكيشن يعني راح يصير عندهم شنو؟ بين وايل ووكينج، يعني يمشي مسافه يصير عنده كلوديكيشن، بين بالكالف ماسلز، يعني بالكالف اريا العفو، بسبب شنو؟ بسبب الاسكيميا اللي تصير. ليش اسكيميا؟ بسبب قلنا السلاجش بلاد فلو، بلاد فلو البطيء لانه مليان سيلز زين. رينود فينومين راح تلقى اصابعهم تصير بيهم الرينود فينومين، يصير شنو؟ يصير ذني الثري فيزز مال الرينود فينومين زين، يعني يصيرون رينود، يصير ممكن يصيرون ألسريشن بالفينجرز سكندري، هاي الرينود سكندري رينود زين. احنا رينود البرايمري ذيك ايديوباثيك، هذا البوليسايثيما رابرا فيرا ون اوف ذا كوزز اوف سكندري رينود. تمام، اللي تكون مور سيفير اللي يصير وياها ألسريشن وغيرها. تمام، بعد شنو؟ هسه احنا قلنا ثرومبوزز راح يصير همين بليدنج. ليش بليدنج؟ راح نشوف ان البليتلت عندهم ديسفانكشنال بليتلت، صح زايده ب 50% ثرومبوسايتوسيس بس ابنورمال ان فانكشن، هاي وحده، فيصير بليدنج. وذول لايبل فور وات؟ فور جي اي تي ألسريشنز، يعني دودينال وستومك ألسر، يعني بيبتيك ألسر. ذول ذيز ار لايبل فور بيبتيك ألسر. ليش لايبل فور بيبتيك ألسر؟ ملتيبل ميكانيزم، واحدة منها قلنا احنا شنو؟ ذول راح يصير عندهم ميوكوزال اسكيميا، الجي اي تي دي يصير بي اسكيميا بسبب ان البلاد فلو بطيء، فصار عنده اسكيميا بالجي اي تي فصار ألسر، هذا تفسير. بعد احنا قلنا شيء يزداد عندهم؟ البيزوفيل، صح لو لا؟ البيزوفيل ايش تفرز؟ هستامين، وانت تعرفون الهستامين ون اوف ذا ثينجز انه تزود الاسيديتي بالستومك. هستامين احنا هسه بيبتيك ألسر شلون نعالجه؟ ون اوف ذا تريتمنت نعطي انتي هستامين. فهاي البيزوفيليا اللي راح تفرز هستامين، هذا الهستامين
راح يزود الاسيديتي بالاستومك فيزود الريسك اوف بيبتيك ألسر. اذا تفسير الألسر هو ميوكوزال اسكيميا هاي وحده هيستامين ريليس بسبب البيزوفيل فيزداد الاسيديتي. وبعد ذولا راح نشوف انه ذولا ون اوف ذا لاينز اوف تريتمنت هو الاسبرين حتى نقلل الريسك مال الثرومبوزز عندهم لازم نضطر نعطيهم اسبرين. احنا مضطرين احنا هنا زين مضطرين نعطي اسبرين والاسبرين ايضا احنا تعرفوا كل النون ستيرويد الاسبرين يزود الريسك اوف بيبتيك ألسرز فهذول يصير عندهم ألسرز. ليش هذا الألسر راح يزداد البليدنج بي؟ لان البليتلتس اصلا هي ديسفانكشنال. زين بعد شنو البليدنج هم مو بس هنا ابيستاكسز يصير نفس الشيء بسبب شنو ابيستاكسز ايضا لان بليتلت ديسفانكشن. زين فيصير عندهم ميوكوزال بليدنج حتى اسوفاجيال فاريسز يعني بليدنج اسوفاجيال فاريسز ممكن يجون هيماتوميسز عن ميلينا. وقلنا السبلين والليفر انلارج بسبب الكونجستشن وبعدين من يصير فايبروسيس بسبب الاكساميدلاري هيماتوبويسيس. ليش يصير برورايتس عندهم؟ يصير عندهم حكة برورايتس. ليش يصير برورايتس؟ هستامين زاد عندهم. وهذا البرورايتس is specific here يسموه aquagenic برورايتس يعني برورايتس while exposed شنو؟ exposed to شنو؟ to warm water. هذا من يسبح بالماء الحار يصير عنده برورايتس. زين شافوا ان هذا المي الحار تريجر اليه تريجر فور هيستامين ريليس فيصير عنده بسبب البيزوفيليا هيستامين العالي اكواجينيك من يتعرض للمي الحار. تمام بعد شي يصير عندهم اريثروميلالجيا. شنو هي هاي الاريثروميلالجيا؟ يصير عنده بين ان اريثيما بالفيت وبالهاند وبالفيت تشبه الرينويد فينومينن تشبه هم اريثيما ان ريدنس كله بسبب شنو؟ نفس التفسير كل هاي هسه الميكانيزم اللي حكيناها الامبيرد بلاد فلو الميكوزال اسكيميا الهستامين ريليس كل هاي الميكانيزم تجتمع انه تسوي لهم هذا الاريثروميلالجيا كلش بينفول عندهم هاي السالفه. تمام زين هسه افتهمنا هاي شنو اللي ممكن راح يجي هذا البيشنت من اسوي له لاب شرح ألقى الهيماتوكريت هم هو عنده بوليسايثيمي فالهيماتوكريت عنده صاعد تلقاه فوق 45 الأرثروسايت كلش عالي. هسا نشوف القيد راح نلقاها البليتلت 50% صار عندهم ثرومبوسايتوسز وحتى النيوتروفيل والبيزوفيل يعني الجرانيوسايت تزداد. بعد other things روتين اللي راح نشوف عندهم دول البيشنت بسبب الهاي بروليفريشن والهاي تيرن اوفر اللي عندهم فنعرف انه اي شيء يزود البروليفريشن يزداد اليوريك اسيد كبرودكت اوف دي ان اي تيرن اوفر يوريك اسيد فذولا لايبل فور شنو؟ لايبل فور جاوت يزداد عندهم الجاوت جماعه البوليسايثيميا. ايضا التيرن اوفر العالي راح يزداد اللاكتيت دي هيدروجينيز والفيتامين بي 12 ايضا شافوا انه يزداد عندهم. بعد شنو؟ بس شنو هنا هسه هاي كلها هنا راح نشوف انه ذولا يصير عندهم الايرون deficiency السيرم ايرون والفيريتين از ريديوست. هنا ملتيبل ميكانيزم ليش ده تصير عندهم سيرم ايرون وفيريتين. وحده من عندهم البليدنج احنا مو قلنا يصير عندهم ميوكوزال بليدنج بيبتيك ألسرز ابيستاكسز وهاي البليدنج راح يسوي لهم ايرون ديفيشنسي. ما جاي اقول ايرون ديفيشنسي انيمي يعني ما جاي اقول انيمي هو بوليسايثيمي بس ايرون ديفيشنسي يعني الايرون سيرم ايرون ريديوست الفيريتين ريديوست. تمام ما دا يقول انيميا لانه مو انيميك هو بوليسايثيميك بس الايرون از ريديوست. ليش؟ وحده منها بليدنج هاي وحده. بعد شنو الاذر ميكانيزم انه ذول راح نسوي لهم وحده من اللاينز اوف تريتمنت اللي هو فيني سكشن يعني نسحب منهم دم هاي ريجولار فيني سكشن فهذا الريجولار فيني سكشن ممكن يسوي لك ايرون ديفيشنسي هاي وحده. بعد الشغله الثالثه انه احنا اذا تتذكرون احنا how do we regulate iron metabolism in the body how do we regulate iron absorption one of the things اللي تتحكم بالايرون هو level of RBC. اذا انا عندي RBC قليلة راح انا احاول ازود iron absorption من GIT لكن هنا نش عندي انا RBC كلش عالية erythrocytosis فهذا erythrocytosis العالي راح شنو
يعني الار بي سي هوايه راح تحاول شو تسوي، تحاول احنا الجسم ما يدري، مطفي الجسم دي يشوف ار بي سي هوايه فيبدي شو يسوي، يبدي هو بالعكس هو يعني دي يحاول زين هنا مو مطفي بالعكس الجسم، بس قصدي انه الجسم هو انس سبيسيفيك بهوايه من الريسبونسز مالته، شاف الار بي سي هوايه قال خل اقلل الايرون ابزوربشن، لان شاف الجسم هواي بي ايرون عفوا ار بي سي، فراح عن طريق الجي اي تي راح يثبط الايرون ابزوربشن فيقل عندهم الايرون. طبعا هذا النقصان بالايرون راح شويه يحاول يخفف من البوليسايثيميا نوعا ما، يعني على اعتبار نقصان الايرون ممكن يقلل الار بي سي برودكشن نوعا ما، لكن هو يبقى بوليسايثيميك with what with iron deficiency. فالايرون ديفيشنسي نقصان الايرون شي يسوي، ممكن يسوي عنده مايكروسايتوسيس، احنا قلنا انه هو مينلي نورموسيتيك اريثروسايتوسيس نورموكروميك نورموسيتيك، لكن بسبب نقصان الايرون بسبب ذن الميكانيزم البليدنج والفينيسكشن ونقصان الايرون ابزوربشن ممكن يصير مايكروسايتوسيس. زين اذا بسبب الفينيسكشن جي اي تي بليدنج نقصان الايرون ابزوربشن تمام. بعد شنو قلنا الليوكوسايت راح ترتفع، فالالكالين فوسفاتيز يرتفع عندهم بسبب ارتفاع الليوكوسايت، الالكالين فوسفاتيز موجود حتى بالليوكوسايت، فبسبب ارتفاع الليوكوسايت يزداد الليوكوسايت الالكالين فوسفاتيز. ذولا اهم شيء هذا كل شيء مهم عندهم ان الاريثروبويتين از ريديوست، هنا كلش مهم، هي جاي الار بي سي جاي تزداد من غير سيطره الاريثروبويتين، هي ان كنترولد وحدها جاك تو عندها ميوتيشن، فهاي الار بي سي جاي ان كنترول بروليفريشن مو بتاثير الاريثروبويتين، بالعكس هي راح ترتفع، فكفيدباك ميكانيزم الاريثروبويتين يقل، وهاي هاي السالفه مهمه انه تعرفون انه بالبوليسايثيميا رابرافيرا الاريثروبويتين قل. ليش؟ حتى افرق، لان البوليسايثيميا رابرافيرا هاي هي برايمري، هو البيشنت عند الار بي سي جاي تزداد لانه عنده ان كنترول بروليفريشن لانه جاك تو ميوتيشن عنده، تمام؟ فهاي الار بي سي العاليه راح تثبط الارثروبويتين تقول له كافي اوقف ما احتاجك، فارثروبويتين يقل. هذا مهم حتى فرق عن السكندري، لان احنا عندنا سكندري كوزز اوف بوليسايثيميا، ذيك واحد مو بوليسايثيميا رابره، ذيك سكندري كوزز اللي يصير عند السموكرز، اللي يصير عند البيشنت السي او بي دي، اللي عايش بالمناطق العاليه، هذولاك ايش عندهم؟ عندهم مثلا هايبوكسيا اوكسجين قليل، فالهايبوكسيا تحفز الارثروبويتين، فالاريثروبويتين يرتفع، فالاريثروبويتين العالي هو اللي راح يزود الار بي سي، فذيش يسموها سكندري بوليسايثين، ذيش تلقى الاريثروبويتين عالي، هنا تلقاه قليل، لان هي السالفه اصلا من البون مارو نفسه، مو الاريثروبويتين ده يرتفع، الاريثروبويتين قليل، تمام. بعد شنو راح نلقى جاك تو ميوتيشن عندهم. زين وقلنا انه السيرام ايرون راح يكون قليل، فيصير عندهم الار بي سي زايده، عددها زايد بس صغير، تمام. وهاي الايرون ديفيشنسي should not be treated here. Don't treat iron deficiency here. خليها تفيدنا احنا. هاي تفيدنا من صالحنا. على الاقل شوية مخلية الار بي سي ما تصعد كلش هواي. فتفيدنا هنا الجسم بالعكس حباب، وهو يعني انا هسه قبل شوية حكيت عليه، بس لا هو بالعكس هو جاي يحاول يعني يعوض، يعني يحاول شلون يسوي compensation، قلل الايرون حتى مو كل شيء يصير اكسبانشن بالار بي سي ماس. وهاي بعد اكو شغله بيميز ان ذولا جماعه البوليسايثيميا الاي اس ار يقل، الاي اس ار يقل عندهم، فالشيء يعني مميز عن الاي اس ار ما سامعين، يعني الاي اس ار يزداد بالانفكشن والهاي، بس اي اس ار يقل، نعم اذا لقيت اي اس ار قليل تفكر بالبوليسايثيميا برافيرا. ليش؟ لانه هاي الار بي سي ازداد عددها، صارت سلقش، صارت ستيكي وحدة يعني سلقش يعني ملتبل، فذير سيدمنتيشن ترسبها يقل، على اعتبار هي راح تظل مرتبطة مع بعضها البعض وسلقش وكلش عددها زايد، فنسبة ترسبها أو احتمالية أنه تترسب بالسيدمنتيشن ريت اللي وهذا يعني راح يكون قليل، ESR تقل، تمام. الكرايتيريا احنا عندنا كرايتيريا WHO كرايتيريا، عندنا ميجر وماينر، ايش راح نلقى ذول؟ راح نلقى قلنا الهيماتوكريت والهيموغلوبين يرتفع، بالميل يزداد فوق ال 18.5، بالفيميل على اعتبار الفيميل منستريشن، وايضا الفرق ان الميل عنده اندروجين فالهيموغلوبين يصعد عنده اكثر فوق ال 18، الفيميل 16.5.
زين وبعد جاك تو ميوتيشن راح نلقى انه جاك تو ميوتيشن اوفر اول هي 98% عند البوليسايثيمر ابرافيرا، 95% من هاي ال 98 هي سبيسيفيك جاك تو ميوتيشن يسموها الفالين 617F، الفي 617F نلقاها ب 95%. 2 الى 3% هي ميوتيشن هم بالجاك 2 يسموها اكزون 12 زين، و2% اللي بقت هسه 98% جاك 2 بوزيتيف، 2% هم جاك 2 نيجاتيف، اونلي 2% راح يكونون نيجاتيف للجاك 2. اذا 98% جاك 2 بوزيتيف، 2% جاك 2 نيجاتيف، هاي ال 98 95% من عده يسموها في فالين 617F و2 الى 3% اكزون 12 تمام. هاي هي الميجر كرايتيريا. نجي للماينر. الماينر كرايتيريا انه هذا من اسوي له بون مارو بايوبسي زين راح اشوف البون مارو هايبر سيلولر، راح اشوف بان مايلوسيس يعني شنو كل اللاين زايده لكن مينلي الارثرويد هي الزايده. بعد الارثروبويتين لازم يكون قليل، احنا قلنا هي هنا يتثبط بالنيجاتيف فيدباك، وهذا من اخذ بايوبسي واسوي له فت كلتشر لذن الارثرويد سيلز ان فيترو بالمختبر راح نشوف انه الكولوني فورمينج اندوجينس ارثرويد كولوني، يعني هاي تقدر من تسوي له انت تاخذها وبالمختبر هي وحدها ان كنترولد بروليفريشن لان بيها ميوتيشن حتى وذاوت ادد جروث فاكتور. هسه احنا اذا نريد ارثرويد تشيو ناخذه ويصير بي جروث لازم جروث فاكتور، يعني نعطي ارثروبويتين حتى يصير بي proliferation. راح نشوف انه ذولي without growth factor وحده هي proliferating يعني endogenous من عندها منها وبيها يعني. الدياجنوسيس two major يا اما two major one minor او first two major one minor زين. اذا الدياجنوسيس يا اما two major one minor هذين الاثنين هن present وحدة minor هاي criteria، أو الفيرست major اللي هي هاي الفيرست major وياها two minor. إذا لو اثنين major وياها وحدة minor، لو major وحدة بس لازم وياها اثنين minor. ليش قال الفيرست major؟ لأن احنا قلنا مرات السكند اللي هي second major جاك two مرات negative يعني 2% مرات negative، بس هاي الأولى هاي لازم تكون positive يعني ما عندك انت بوليسايثيمر ابرافيرا ما يكون بيها الهيموغلوبين صاعد تمام. فالفيرست ميجر هي ثابته لازم موجوده، في اما تو ميجر وان ماينر يا اما بس الفيرست ميجر موجوده، لان الجاك 2 قد تكون نيجاتيف ان ماينوريتي 2% بس لازم اذا بس وحده ميجر لازم وياها اثنين ماينر تمام. وي هاف تو اكسكلود سكندري كوزز يعني نتاكد هذا البيشنت ما احنا شلون راح نتاكد؟ طبعا راح نحسب الارثروبويتين اذا لقيناه قليل فهنا تقريبا احنا نفينا السكندري كوزز، لان السكندري كوزز الارثروبويتين يصعد. ف هاو تو اكسكلود سكندري كوز، انت مرات انت يو كان سمبلي اكسكلود سكندري كوزز بس مجرد قيس الاكسجين ساتوريشن، جيب هذا الجهاز مال الاكسجين بلس اوكسيمتري وشوف الاكسجين ساتوريشن عنده. اذا البيشنت عنده هايبوكسيا موست لايكلي انه البيشنت عنده سكندري كوز، هذا السكندري سواء الهايبوكسيا والهايبوكسيا صعدت الارثروبويتين والارثروبويتين صعد، هذا دول السموكر والسي او بي دي وغيرها. هسه راح نشوف السكندري كوزز زين. يو هاف تو اكسكلود سكندري كوزز زين وتقيس للارثروبويتين لو زين. شنو الدفرنشال انه انا عندي سكندري بوليسايثيمي؟ شنو هي السكندري بوليسايثيمي؟ هذول راح نشوف انه البيشنت اللي عنده بولمينري وكارديك ديزيز، يعني عنده بولمينري ديزيز كارديك ديزيز مسوي له نوع من الهايبوكسيا فيعتبر سكندري، عنده سليب ابنيه، سليب ابنيه تسوي هايبوكسيا، سموكينج نفس الشيء زين، يعيش بمنطقه هاي التيتود منطقه عاليه فوق ال 2000 متر مثلا، او عنده مشكله بالهيموغلوبين اصلا مسويت له هايبوكسيا مثل هيموغلوبينيميا، هذا هم يعني فت حاله تسوي تاثر على الهيموغلوبين بحيث يصير هايبوكسي، اي كونديشن تسوي هايبوكسي تعتبر سكندري. هناش كاتب دي هايدريشن، الدي هايدريشن هو بالحقيقه مو سكندري بوليس، يسموه ريليتيف بوليسايثيميا. شنو يعني ريليتيف بوليس؟ مرات البيشنت هو التقيس للار بي سي، الار بي سي تلقاها مرتفعه ليش؟ لان هو عنده دي هايدريشن، يعني الفوليوم مال البلاد
قليل يعني الفلويد كومبارتمنت قليله بسبب الديهايدريشن، فالار بي سي تركزت هيمو كونسنتريشن، فهاي يسموها ريليتيف بوليسايثيميا. ريليتيف يعني بسبب انه مجرد السالفه هذا انه الفلويد قل لان ديهايدريتد فالار بي سي تركز، يعني هي الار بي سي عددها ما زاد مجرد تركزت. هذول الريليتيف بوليسايثيميا شلون تتاكد منهم؟ اوكي الارثروبويتين راح يكون نورمال عندهم، نورمال ارثروبويتين، فهو هذا اللي فرقه عن جماعة الهايبوكسيا والهايرثروبويتين، نورمال عندهم الأكسجين ساتشوريشن تلقاهم نورمال، وأهم شيء شنو تلقى الار بي سي ماس عندهم نورمال. أكفى شيء أكفى قياس في التست يقيس الار بي سي ماس، يعني يروح يحسب الار بي سي بالضبط إيش قد. هنا ودي هايدريشن الار بي سي نورمال عددها، الماس مالتها نورمال زين، لأن هو مجرد تركز لأن الفلويد قليل. فهاو تو اكسكلود ريليتيف بوليسايثيميا بسبب ديهايدريشن، هو البيشنت يعطيك هيستوري اوف ديهايدريشن، تقيس له الارثروبويتين نورمال، تقيس له الساتوريشن مال الاكسجين نورمال، والار بي سي ماس نورمال، بينما ذولي ارثروبويتين قليل الار بي سي ماس زايد عندهم تمام. وذولي ايش عندهم؟ عندهم هايبوكسيا زين، جماعه البوليمينري والكاردياك والسليب ابني عندهم هايبوكسيا، عندهم الارثروبويتين يصعد ذولي تمام، بينما هنا يقل وبدي هايدريشن تلقاه نورمال زين. مرات الارثروبويتين يزداد مو بسبب هايبوكسيا، لا يزداد لان اكو فدي تيومر يفرز ارثروبويتين، مثلا فد رينال، رينال سيل كارسينوما فور اكزامبل، هي تفرز ارثروبويتين زين. كبارا نيوبلاستيك سيندروم، فيو كروموسايتوما مرات هذا تيومر يفرز ارثروبويتين، لانج كانسر، حتى الوالم تيومر اللي شرحناه بمحاضرة بالبتيادرك، الوالمز تيومر ممكن يسوي بوليسايثيميا لأن يفرز أرثروبويتين. فهذول كلهم من تلقى الأرثروبويتين عالي تفكر بالسكندري كوز، لو عنده هايبوكسيا، لو عنده لا هو دي يفرز أرثروبويتين هواية بسبب ذني. ذول شنو الكمبليكيشن مالتهم؟ يصير عندهم هايبرتنشن بسبب قنة، بسبب شنو؟ يصير عندهم ان البلد شنو؟ مليان سيلز، فريزيستنس عالية للبلد، مو سلقش بلد، فالضغط بيشن يكون عالي. فهايبر تنشن، هايبر فيسكوسيتي، فشي يصير عندهم؟ يصير عندهم ثرومبوسيس بالبوليمينري بالسيربرال بالرينال، فيجي شنو؟ يجي شنو؟ يجي تي اي اي، يجي ستروك، يجي بوليمينري امبوليزم، يجي رينال ارتري ثرومبوسيس، رينال فين ثرومبوسيس، ويجي ايضا شنو؟ يجي ثرومبوزز بانيوجوال سايتس، تلقى ثرومبوزز مثلا بالبورتال فين، يجي بورتال فين ثرومبوزز، يجي ثرومبوزز بالهيباتيك فين بات كياري سيندروم زين، فيجي ثرومبوزز ان انيوجوال سايتس، وينتهي بمايلوفايبروسيس قلنا ممكن يتحول لأكيوت لوكيميا. من اللي ممكن يتحول؟ هذا البيشنت اذا اجي ايرلي، يعني شنو اجي ايرلي؟ يعني مثلا هو عمره كلش يانج، جوه الأربعين سنة وصار عنده بوليسايثيميا، مو هذا بما أنه هو صغير وصار عنده، فهذا مو راح يستمر الديزيز وياه لفترة طويلة، يعني هو بعد صغير وصار عنده بوليسايثيميا فلفترة طويلة، ف هاي لونج دوريشن زود احتمالية أنه يتحول لأكيوت لوكيميا تمام. راح نشوف أن التريتمنت دول شلون راح أعالجهم زين، راح أقسمهم إلى لو ريسك وهاي ريسك زين. اللو ريسك اللي ذول اللي هم ما عندهم هيستوري اوف ثرومبوسيس، ما عمرهم جوا 60 سنه، ما عندهم اسوشيتد كونديشن مثل هايبرتنشن، اسكيميك هارت ديزيز، ما يكونون سموكر، ذول اللو ريسك. الهاي ريسك اللي فوق ال 60، اللي عندهم هيستوري اوف ثرومبوسيس، اللي هم سموكر، اللي هم اسكيميك هارت ديزيز، ذول هاي ريسك. فعندي لو ريسك وهاي ريسك تمام. عندي شغلات راح اسويها للكل، وعندي شغلات راح اسويها بس للهاي ريسك. الشغلات اللي راح اسويها للكل انه يابا لازم انطي، لازم اسوي فيلوبوتومي، فيني سكشن، يعني ريجولار فيني سكشن اسوي لهم. اسحب منهم دم، ايش قد اسحب؟ عاده السحبه الوحده هي 1 يونت، يعني 500 مل، نص لتر 500 مل ويكلي، او ممكن كل اسبوع، ممكن كل اسبوع اسبوعين، الى ان انزل الهيماتوكريت جوا ال 45. أحاول أبقي شنو جوا ال 45، يعني زين أبقي جوا ال 45 تمام. هاي ريجولار فيلوبوتومي زين. بالإضافة ذول لا يحتاجون لو دوز أسبرين أيضا، الكل أنطيهم لو دوز أسبرين
حتى ازو اقلل الريسك اوف ثرومبوتيك كومبليكيت ثرومبوزز وغيره. فالكل راح اسوي لهم لودوز اسبرين، الكل راح اسوي لهم فلوبوتومي، الكل ممكن اعالجهم بسبورتيف تريتمنت، مثلا راح يصير عندهم جاوت فانطيهم الوبيورينول، ممكن الكل ممكن ذولا يصير عندهم برايتس فانطيهم انتي هيستامين، اعالج الببتك ألسر اللي عندهم. يعني هاي سبورتيف مانجمنت للكل. الهاي ريسك اللي هم ذولا اللي هم فوق الستين سموكر وعندهم هيستوري، صار عندهم ثرومبوسيس مثلا، صار عندهم يعني كومبليكيشن ثرومبوسيس، ذولا ايش يحتاجون؟ سايتو ريدكتيف ثيرابي، يعني كيمو ثيرابي سايتو ريدكتيف. لازم هنا انا اشتغل على البون مارو، احاول اوقفه، اقول له يا ابي كافي، انطي هيدروكسي يوريا او يسموه هيدروكسي كاربامايد. زين ذولا بالهاي ريسك بيشنت سايتو ريدكتيف، ذولا نقلل السيلز بيهم على البون مارو راح نشتغل حتى يقل، هذا راح يقلل لي حتى السبلين ومجلي راح يقل عندهم. alternative بعد دراجز ممكن نستخدمها هسه. قلنا الاسبرين لازم نعطيهم، ونعطيهم الفيني سكشن كل اسبوع تقريبا، every one week تقريبا الى ان يكون جوا زين. بعد شنو؟ وذول الهاي ريسك نسويهم سبريشن بالكيموثيرابي هيدروكسيوريا او هيدروكسي كاربامايد. ممكن نستخدم انترفيرون الفا، ممكن هذا بالبريجننسي نستخدمه، لان هيدروكسيوريا كونترا انديكيتد بالبريجننسي حتى نقلل الكومبليكيشنز السبلين، وحتى ذول من نعطيهم ذول الدراجز نقلل الريسك انه يتحول الى مايلو فايبروسيس. ما فاد ذني نلجأ إلى فد دراج اسمه جاك 2 ميوت انهيبيتر، احنا عندهم جاك 2 ميوتيشن فنعطيهم جاك 2 انهيبيتر، شو اسمه روكزول روكزوليتينيب، ما ادري شو اسمه روكزوليتينيب، هذا الروكزوليتينيب او ما ادري شلون يلفظ. زين هذا اذا نوت كنترولد نعطيهم زين جاك 2 انهيبيتر. تمام إيش قد السيرفايفل ذولا؟ يعني do not ex يعني إذا treated patient يعني راح يعيشون أكثر من 10 سنوات، ممكن حتى فوق 20 سنة. زين لكن عندهم risk of شنو ذولا؟ مو إذا ماتوا ممكن يموتون بسبب ischemic heart disease، ممكن بسبب cerebrovascular accident stroke، 60% راح يعانون من ذن المشاكل، وممكن يتحول إلى leukemia، وممكن يتحول شنو 15% راح يتحولون low leukemia low myelofibrosis، فذولا يتحولون. تمام بعد شرد تحكي تقريبا هسه هاي البوليسايثيميا خلصت. اكو اذر كوزز للسكندري، هسه قلنا ذن الهايبوكسيا، قلنا اكو ريليتيف بوليسايثيميا تجي من الديهايدريشن، اكو اريثروبويتين زايد، اكو بعد اذر كونديشن حتى الهايبرثايرويد. احنا شنو الاشياء اللي تحفز الار بي سي سينثيسيس؟ الار بي سي ليش ممكن تزداد؟ لو اريثروبويتين يزداد، لو اندروجين يزداد عند الميل، لو ثايروكسين يزداد. تمام في الهايبر ثايرويدزم ممكن تسوي بوليسايثيميا، جاي نحكي عن سكندري بوليسايثيميا. الاندروجين ممكن اذا هذول اللي ياخذون انابوليك ستيرويد، جماعه الاثقال ما اثقال، الاندروجين اذا ازداد الانابوليك ستيرويد ايضا تسوي لك سكندري، هنا جاي نحكي عن سكندري بوليسايثيميا. والارثروبويتين اذا ازداد whatever the cause، ممكن بسبب هايبوكسيا ازداد الارثروبويتين، او هو ازداد بسبب شنو تيومر سكريتينج ارثروبويتين، ذولا ممكن يسوون سكندري بوليسايثيم. بينما البرايمري اللي هي البوليسايثيم ربرافيرا، الارثروبويتين از ريديوست، جماعه السي او بي دي، جماعه السموكينج، هاي التيتود في يوكرون، هاي كلها حكيناها. زين اللي هنا ان شاء الله بعدين نكمل.